كيف تعمل خاصية اللمس المتعدد؟ هل فكرت يوماً في شاشة اللمس المتعدد بهاتفك الذكي من حيث تشابه وظيفتها بوظيفة الجلد؟ فضلاً ركز معي هنا، فكلاهما قادر على الإحساس بلمسات متعددة، وبعد ذلك يكون كلاهما قادراً على اتخاذ القرارات والتصرف بناءً على تلك المدخلات. نحن على وجه التحديد لدينا القدرة على الشعور بالبيئة والإحساس بها من حولنا، لكن ترجمة هذه الحواس إلى أجهزة إلكترونية وبناء شيء مثل خاصية اللمس المتعدد ليست بالمهمة السهلة. ففي هذه الحلقة سنناقش كيف أن المهندسين يبتكرون شاشات يمكنها تمييز اللمسات المتعددة في الهواتف الذكية. هذه الحلقة هي فرع من فروع حلقة كيف تعمل شاشة اللمس التي تدخل في الفيزياء والبنية الأساسية وراء شاشات اللمس السعوية المسقطة Projected Capacitive Touch Screen، وكذلك شاشات OLED والزجاج المقوى. إن لم تكونوا قد شاهدتم تلك الحلقة فأوصيكم بمشاهدتها. حسناً، دعونا نتعمق أكثر. تتكون شاشة اللمس هذه من 40 صفاً ملوناً باللون الأزرق و80 عموداً ملوناً باللون الأصفر، والنتيجة هي شبكة بها أكثر من 3000 تقاطع، ويمكن لهاتفك أن يستشعر بلمسة عند كل نقطة من تلك التقاطعات. سنتحدث عن كيفية القيام بذلك، ولكن في الوقت الحالي عندما تكتب رسالة يكتشف هاتفك نمطاً يشبه هذا. عندما تقوم بالتمرير لليمين يكتشف هاتفك هذا. كما تبدو عمليات التكبير متعددة اللمس هكذا. حتى إذا كنت تمتلك أصابعاً كبيرة يمكن لهاتفك الذكي أن يجد مركز اللمسة بهم. يمكنه رؤية حجم وشكل وموقع النقر أو الإيماءة، ثم يقوم بحساب إحداثيات X وY، كما أنه يحدد ما إذا كنت قد وضعت إصبعاً أو عدة أصابع على الشاشة، وما إذا قمت بالتمرير في أي اتجاه معين. دعنا نراجع بسرعة كيف تكتشف الشاشة لمسة عند تقاطع واحد، حيث يتم تطبيق الإلكترونات ذات الشحنة السالبة على اللوحة الزرقاء، والتي بدورها تبني مجالاً إلكترونياً منتجاً شحنات موجبة تتراكم على اللوحة الصفراء. عندما تقترب مادة موصلة مثل طرف إصبعك تقوم بقطع المجال الإلكتروني، ويتم قياس التغيير على اللوح الأصفر. ربما تتساءل كيف تعمل شاشتي باللمس من خلال واقي الشاشة والزجاج؟ حسناً، يسمى هذا النوع من شاشات اللمس بشاشة اللمس السعوية المسقطة Projected Capacitive Touch Screen، لأن المجال الكهربائي يرتفع فوق سطح الزجاج، لذلك ستعمل شاشة اللمس من خلال أغطية واقية وكذلك القفازات البلاستيكية أو المطاطية الرفيعة. اختبرها من خلال إحضار بعض الأكياس البلاستيكية أو غلاف الساران، وشاهد عدد طبقات البلاستيك التي يمكن لشاشتك اللمسية استشعارها. قبل أن نكمل، لنبسط الشبكة من 3200 تقاطع وصولاً إلى 200 تقاطع. كل شيء يعمل بنفس الطريقة من الناحية المفاهيمية، فيكون من السهل تخيله. حسناً، مع كل الصفوف سالبة الشحنة والمجالات الكهربائية التي تنشأ، ومع الأعمدة التي تقيس بنشاط لمعرفة التغيرات في المجال الكهربائي، لدينا شاشة تعمل باللمس، أليس كذلك؟ حسناً، ليس بالضبط.
انظر، إذا كنا نقيس كل عمود من هذه الأعمدة بشكل مستمر، بينما كل الصفوف المشبعة بالمجالات الكهربائية تكون نشطة، فهناك بعض المواضيع التي بحاجة لانتباه. فلنفترض أنني نقرت هنا، ولأن كل العمود الأصفر متصل، فلا يمكنها التمييز سواء كان هناك نقر هنا أو هنا، فهذه ليست بشاشة اللمس الجيدة، حيث أننا يجب أن نقيس العمود بأكمله مرة واحدة، لأنه إذا قمنا بتفكيك العمود وقياس الماس الفردي ستنتهي بقياس 3200 نقطة، وهذا عدد كبير جداً من النقاط. إذن كيف نجعله يعمل بشكل صحيح؟ حسناً، الحل الذي طبقه المهندسون كان عبارة عن مسح أو قياس للمجال الكهربائي على طول الصفوف بسرعة عالية جداً بمعدل حوالي 10 مايكروثانية لكل صف في أي وقت يوجد صف واحد فقط قيد التشغيل، وبالتالي يمكن لصف واحد فقط من النقاط أن يستشعر اللمس في المرة الواحدة. تتحكم الدوائر في الهاتف الذكي في قياس المجال الكهربائي عبر كل من الصفوف، وفي كل صف يتم تسجيل قياس خاص بكل عمود. قبل أن ينتقل المجال الكهربائي إلى الصف التالي، يقوم كل عمود بإعادة ضبط قياسه، ثم يرتبط الهاتف الذكي عندما كان الصف نشطاً مع إخراج كل عمود من أجل إعادة بناء شبكة كاملة. يحدث هذا المسح في غضون بضعة أجزاء من الألف من الثانية، ويسمح للهاتف الذكي بالتمييز بين 3 لمسات أو أكثر في جميع المواقع المختلفة. العيب هو أنه يتم إدخال تأخر زمني جديد، وإذا أصبحت شاشة اللمس كبيرة جداً، فلنقل بحجم طاولة صغيرة، سيكون هناك تأخر ملحوظ إلى حد ما من المسح عبر العديد من الصفوف. ومع ذلك، مع شاشة تعمل باللمس بحجم هاتفك الذكي، يمكنه تحديد جميع أنواع اللمسات والإيماءات بسرعة. هذا يلخص إلى حد كبير اللمس المتعدد في هاتفك الذكي. هناك العديد من الأنواع الأخرى من الشاشات التي تعمل باللمس، مثل شاشات اللمس المقاومة ريزيستيف أو ذاتية السعة سيلف كاباسيتيف، والتي سنقوم بتفصيلها في حلقات أخرى. ترتبط هذه الحلقة فقط بهيكلية شاشة اللمس، وكذلك المجالات الكهربائية والمكثفات وكيفية قياس السعة. شكراً على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والتعليق بأسئلتكم وإبداء أفكاركم، وأخبر أصدقائك وعائلتك عن شيء قد تعلمته اليوم، وتذكر أن تفكر في البساطة المفاهيمية والتعقيد البنيوي. شكراً لكم وإلى اللقاء.